بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد، تحل علينا نعمته وبركته الان وكل اوان الى دهر الدهور كلها امين. نحتفل اليوم بعيد الميلاد المجيد، وهو من الاعياد السيديه الكبرى وله مذاق وطعم خاص، حتى ان البشرى الجميله اللي بشر بها الملائكة الرعاة يقول لهم: ها أنا أبشركم بفرح عظيم يكون لجميع الشعب، إنه ولد لكم اليوم مخلص هو المسيح الرب. كما جاء المرؤوس من بلاد المشرق يتتبعون النجم الذي ظهر لهم، سائلين قائلين: أين هو المولود ملك اليهود؟ فكان هناك إعلانات للبعض عن هذا الميلاد العجيب. لمن تمت هذه الإعلانات؟ للرعاة السائرين المنتظرين الخلاص والفداء. رغم بساطتهم لكن ربنا خصهم بهذه الرؤية الجميلة العجيبة، وسمعوا تراتيل الملائكة الجميلة: المجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام وبالناس المسرة. كما ظهر أيضا للمجوس الذين كانوا ينتظرونه من مئات السنين تنفيذا لوصية معلمهم زرادشت الذي أنبأهم أنه سيولد ملك هو الإله المتجسد. وصاهم أن يقدموا لهم هدايا: ذهب ولبان ومر. ذهب لأنه ملك، ولبان اللي هو البخور لأنه إله يجب له التبخير، وإشارة إلى كهنوته أيضا، والمر إشارة لأنه أتى لكي يتألم عنا ويخلصنا. المسيح أتى إلى العالم، الكلمة صار جسدا، كان لابد أن يتجسد من أجل بسبب محبته للبشر، إذ قد ضل الإنسان وصار محكوما عليه بالموت وفسدت طبيعتنا، لكنه هو خالقنا ويحبنا، فيتشارك الأولاد في اللحم والدم، اشترك هو أيضا كذلك فيهما لكي يبيد بالموت ذاك الذي له سلطان الموت أي إبليس، فظهر في الجسد. المسيح جاء لخيرنا، قال: جئت لتكون لكم حياة وليكون لكم أفضل. لما النبوات أشارت لمجيئه، ملاخي يقول: لكم أيها المتقون اسمي تشرق شمس البر والدفاء والشفاء في أجنحتها. فالمسيح هو شمس البر، يحمل النور والدفء، لأنه هو نور العالم. المسيح جاء ليعطينا الحياة، قال: أنا هو الخبز الذي نزل من السماء، ليس كما أكل آباؤكم المن في البرية وماتوا. المسيح جاء ليكون معنا إلى الأبد. عشان كده النبوة بتاعت أشعياء يقول: وزع عذراء تحبل وتلد ابنا ويدعى اسمه عمانوئيل، أي الله معنا. وهو نفسه قال: ها أنا معكم كل الأيام وإلى انقضاء الدهر. ومعلمنا بولس
بولس الرسول يقول إن كان الله معنا فمن علينا؟ المسيح جاء نورا وحياة، جاء حبا ورأفة وحنانا للبشرية. يقول لما رأى الجموع منزعجين ومنطرحين كأن لا راعي لهم، فتحنن عليهم، جاء متحننا. ولكن النور أظهر، ولكن أحب الناس الظلم أكثر من النور. المسيح جاء لتكون لنا حياة، ونتمتع بنوره، ونستدفئ بمحبته، ولكن لا يلزمنا ولا يجبرنا على ذلك. يقول إلى خصته جاء وخصته لم تقبله، أما الذين قبلوا فأعطاهم سلطانا أن يصيروا أولاد الله. مش كل حد بيقدر يستفيد بهذا، في حين إن هو ينبوع المياه الحية. يقول تركوني أنا ينبوع المياه الحية لينقروا لأنفسهم أبارا أبارا مشققة لتطلب ماء، ولكن هنيئا لمن يحيا مع المسيح ويتمتع بهذا الحب الجميل العجيب. يحيا في فرح زي ما الملائكة قالوا، أنا أبشر الملائكة لهم أنا أبشركم بفرح عظيم يكون لجميع الشعب. الرعاة فرحوا، المجوس فرحوا، لكن هيرودس ما فرحش، رؤساء الكهنة ما فرحوش، لأن أحبوا مجد العالم أكتر من مجد الله. افتكروا إن مجيئه هيحرمهم من الجاه والسلطان اللي هم فيه، ما يعرفوش إنه جاء لتكون لهم حياة وليكون لهم أفضل. المسيح جاء طبيبا شافيا، يقول أنا هو الرب شفيك، فتح العميان، أقام الموتى، شفى المفلوجين، جاء يقول يصنع خيرا وما زال، جاء يقرع على أبواب قلوبنا. يقول أنا واقف على الباب أقرع، إن فتح لي أحد أدخل وأتعشى معه وهو معي، لأنه عمانوئيل الله معنا. في ناس أدركوا هذا الحب، بدلوه حبا بحب، وصارت حياتهم على الأرض سعادة وهناء، حتى رغم لو أحاطت بهم متاعب وشرور وضيقات كثيرة، لكن يقولوا مع المعلمنا بولس الرسول كحزانة ونحن دائما فرحون. اللي قبلوه عاشوا في سلام بلا خوف، لأن سمعوا صوته بيقول لهم أنا هو لا تخاف، وما يخافوش، مدركين إن عمانوئيل الله معنا. فهخاف من إيه؟ اللي أحبوه وقبلوا مجيئي وعايشين معاه متمتعين بوجوده لا يخافوا من شيء ولا حتى الموت. يقول ولم يحبوا حياتهم حتى الموت، حتى الموت. ليه؟ لأن مدقوه وعرفوه، وبالنسبة لهم عايزين يبقوا معاه، فيقولوا إن عشنا فللرب نعيش، إن متنا فللرب نموت، إن عشنا أو متنا فللرب نحن. ولذلك يحيوا في سلام، السلام اللي قال عنه سلامي أي أترك لكم سلامي أنا أعطيكم، ليس كما يعطي العالم أعطيكم.
سلام المسيح سلام دائم، سلام داخلي يقول إن قام علي قتال ففي هذا أنا مطمئن، إن سرت فوازي لظل الموت لا أخاف شرا لأنك أنت معي. جميل هذا الاسم اللي أطلق على ربنا يسوع المسيح، عمانوئيل، أي الله معنا. المسيح قريب مننا قوي وصار معنا ووعد إنه لن يتركنا أبدا. قال أنا معكم كل الأيام وإلى انقضاء الدهر. من يمسكم يمس حدقة عيني. لكن للأسف إحنا أحيانا بنتجاهله وما ناخدش بالنا ونحرم نفسنا من هذا الفرح العظيم. المسيح معنا كل يوم، مش بصورة كمان يعني شعورية غير منظورة، ده معنى على المذبح. عشان كده بنقول في القسمة هو ذا كائن معنا على هذه المائدة اليوم، عمانوئيل إلهنا، حمل الله الذي يحمل خطية العالم كله. شوفوا قد إيه قيمة حضورنا في الكنيسة، بيبقى المسيح موجود على المذبح وبنتمتع، بنفضل بقى نطلب منه حاجات كتيرة قوي، كل الطلبات، ونصلي من أجل الكل، من أجل إخواتنا وأحبائنا، حتى من أجل أعدائنا، من أجل الطبيعة، من أجل الذين رفضوا، فرصة، الملك موجود، قولوا من آخر الدنيا المجوس، تحملوا مشاق الطريق عشان يثبتوا له هو ذا كائن معنا الآن، وعدنا أنه معنا إلى انقضاء الدهر. تفتكروا اللي عنده هذا الإيمان يتحمل أن يكون في قداس شغال ويكسل يحضر ويفضل حاجات تاني عن حضور القداس والتناول؟ أنا أعتقد أن في البعض هذا اليقين وهذا الإيمان مهزوز عندهم شوية. استحالة إننا يكون عندنا هذا اليقين ولا نتلهف بالذهاب إلى بيت. فرحت بالقائلين لي إلى بيت الرب نذهب، حيث نلتقي به بصورة ملموسة ونتحد به. المسيح جاء للجميع، ما جاش لفئة وفئة، لا، جاء للفقراء اللي يمثلهم الرعاة، وجاء أيضا للأغنياء اللي يمثلهم المجوس. غني وفقير كلهم ولاد ربنا، مهم كل واحد يكون أمين في حياته. عندنا صورة حلوة، أيقونة في الدير فيها المجوس والرعاة، وجايبين فيها المجوس ثلاثة بلون الدقن مختلف، واحد دقنه بيضة خالص، واحد دقنه نص نص، واحد دقنه سودة خالص، شاب صغير. يعني الفنان عايز يعبر إن المسيح جاء له المجد لكل الأعمار. عيد الميلاد المجيد اللي بنحتفل بيه دلوقتي مش هو التاريخ اليقيني الحقيقي اللي احنا عارفينه، محدش يعرف المسيح اتولد امتى بالضبط، ولكن تحديد هذا العيد تحديدا اصطلاحيا بناء على النبوات اللي تمت، المسيح هو شمس البر، فتم الاحتفال فيه في الليالي اللي هي بتكون الليل طويل أطول من النهار، وتكون البرودة شديدة، وفي التوقيت اللي بيبدأ فيه النهار يزيد والليل يقل. يعني هتلاحظوا من هنا وجاي النهار هيطول كل يوم عن
الثاني يطول شوية شوية شوية، لأن هو جاء شمس البر واللي نسير في النور. جاء هو الشمس والنور، قال سيروا في النور لئلا يدرككم الظلام. تبقى البرودة جديدة تشير للوحدة، وإن اللسان كده يعني إيه لوحده بردان، لكن الدفء لما بيكون مع ربنا، شوف لما يكون مجموعة حتى موجودة في مكان وقافلين عليهم كده بيبقى فيه دفء. جاء ليدفئنا بمحبته وبعنايته وباهتمامه. احنا في عيد الميلاد بنشكر الله على مجيئه وتجسده. احنا بنقول ده عيد التجسد الالهي، مش بنحتفل بعيد ميلاد هنقول له هابي بيرثداي تو، لا، ده هو الكائن منذ البدء منذ الازل. عشان كده في انجيل باكر بنقرا في البدء كان الكلمه، نقول والكلمه صار جسدا. المسيح هو الملك، مش طفل عادي. المجوس لما جم قالوا اين هو المولود ملك اليهود؟ كل هذه الحقائق واضحه قدامنا دلوقتي ومعلنه، فلا عذر لنا ان نتجاهل مجيء المسيح ووجوده، وانه فتح احضانه لينا وانه معانا، لكن لابد ان نكون نحن معاه بارادتنا. اوعى حد يبقى خايف ويضيع الفرصه دهيت. كل واحد ينتهز الفرصه ويستمتع بهذا الحب الكبير. الايام بتجري والعمر بيجري، طوبى اللي يفضل ماسك فيه كده، بحيث وقت ما تروح وتطلع الواحد يحس انه مفيش حاجه. ايه ده، انا معاك وانا في الجسد وبره الجسد برضه معاك. لكن بتفرق بقى عند ولاد ربنا ان بيعينوا مجده اكتر، بيشوفوا بهاءه اكتر، بيتمتعوا بيه اكتر. فنشكر الله على كل ما اعطانا، ونتمنى ونطلب منه ان يبارك في كنيستنا القبطيه الارثوذكسيه، ويبارك في بلادنا، بل يبارك العالم اجمع، ويشرق نوره على كل القلوب. نصلي ان كل قلب وكل انسان يعرف الله. عشان كده احنا بنصلي دايما حتى من اجل غير المؤمنين، ونقول له عباده الاوثان بالكمال اقلعها من العالم، الشيطان وكل قواته الشريرة اسحقهم واذلهم. لان الانسان اللي مع ربنا بيتاثر بيه، ربنا بيحب الكل، فاللي يحب ربنا يحب الخليقه كلها، حتى اللي يختلف معاه في الجنس والدين وفي اللون وفي اي حاجه، يشرق شمسه على الابرار والاشرار. فتلاقي كده اولاد ربنا اللي معاه بيتاثروا بيه، لان الواحد بيتاثر بالعشره. امانه ايه المعنى؟ الله معنا. لما بيكون معانا المهم نكون احنا معاه بقى، لما نكون معاه نتمتع بيه وهناخد من صفاته الكتيره الحلوه. ربنا يعطينا ان نكون معه زي ما هو معانا، ويبارك في الجميع لالهنا المجد الدائم.